السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن تتواصلوا معنا عن طريق إرسال رسائلكم النصية. مشاهدينا الكرام، اليوم سنتحدث عن استهداف معسكر تابع لميليشيا الحشد في قرب قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين. هذا الانفجار والاستهداف كما وصف من البعض أنه جاء نتيجة قصف جوي للطائرات الصهيونية ربما بحسب الأنباء الواردة. وهناك أيضا خبر نقلا عن وكالة رويترز نقلت عن أحد المصادر داخل كتائب الإمام علي المستهدفة في معسكرها قرب قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين، يؤكدون أنه قصف جوي. نحن نتساءل عن الأسباب التي تؤدي إلى هذه اللحظة استمرار قصف المعسكرات ومخازن الأسلحة والأعتدة التابعة لميليشيات الحشد، وكذلك نتساءل عن صمت الميليشيات عن الرد والاعتراف بأنه قصف صهيوني وفق ما أكدت الكثير من المصادر والتقارير الغربية كذلك أنه قصف تم عن طريق طيران الكيان الصهيوني. بإمكانكم أن تشاركوا معنا مشاهدينا الكرام للنقاش في هذا الموضوع. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. دولة جارة مسلمة صبرت على العراق. القانون الدولي يقول لها روحي أخذي تعويضات على الحرب العراقية الإيرانية 1,100 مليار دولار. على العراق أن يدفع 1,100 مليار دولار إلى الجمهورية الإسلامية تعويضات عن الحرب. الإمام إذا يقول حرب حرب، الإمام إذا يقول صلح صلح، نعم نحن مع الإمام. شو تريدون تقولون؟ هل هو تطبيق لشعار إيران برا برا؟ على العراق أن يدفع. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا أكدت مصادر صحفية في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين سقوط قتلى وجرحى من ميليشيات كتائب الإمام علي وحزب الله. طبعا ذلك في القصف الذي استهدف مخازن أسلحة تابعة لميليشيات الحشد داخل قاعدة أو قرب قاعدة بلد الجوية. ذكر شهود عيان أن أصوات ذوي الانفجارات استمرت لفترة طويلة جراء تطاير العديد من المقذوفات والصواريخ الحربية في محيط القاعدة، إضافة إلى تصاعد ألسنة الدخان. ويشار طبعا إلى أن الكيان الصهيوني شن خلال الفترة الماضية أكثر من قصف وهجوم جوي على قواعد ومعسكرات تابعة لميليشيات الحشد. دعونا نشاهد معكم مشاهدينا الكرام هذه اللقطات الأولى التي وردت عن الانفجارات للأعتدة والصواريخ الموجودة لداخل معسكر تابع لميليشيا الحشد في محافظة صلاح الدين، فنشاهد. ونتابع معكم الآن مشاهدينا الكرام لقطات جاءت قبل قليل. حتى هذه اللحظة لا تزال المتفجرات الصواريخ والقذائف تنفجر وتنفلق وتتطاير الشظايا هنا وهناك نتيجة هذا القصف، ويبدو أنه قوي للغاية. وستلاحظون أن حتى هذه اللحظة الانفجارات مستمرة، فنشاهد. Thank you.
كما تابعتم مشاهدينا الكرام، حتى هذه اللحظة الانفجارات مستمرة داخل هذا المعسكر التابع لميليشيا الحشد. وكما ذكرت لكم في البداية، وكالة رويترز نقلت عن مصادر داخل ميليشيا كتائب الإمام علي يؤكدون أنه قصف جوي أدى إلى استهداف هذا المعسكر وبالتالي هذه الانفجارات المستمرة. نحن نتساءل لماذا يصمت الحشد حتى هذه اللحظة وهو صاحب اللسان الطويل كما يوصف، أيضا تصريحاتهم، قياداتهم، أفرادهم دائما ما يصرحون، يهددون ويتوعدون، لماذا يصمتون عن الاعتراف بأنه قصف جوي نفذ عن طريق الكيان الصهيوني؟ هل سيدخلهم هذا الموضوع في حرج عن الرد والاعتراف أنه تم عن طريق الكيان الصهيوني، خاصة وأن هذه الميليشيات دائما ما تصرح مثلها مثل إيران، تصرح دائما بالهجوم على الكيان الصهيوني وأنه سيدمر خلال 7 دقائق ونصف، تصريحات لقيادات داخل الحرس الثوري الإيراني كانت تهدد الكيان الصهيوني. لماذا لا نراهم يصرحون ويعترفون بعد حتى التقارير الغربية التي أكدت أنه قصف تم عن طريق الطيران الصهيوني أدى إلى استهداف معسكر آميرلي وكذلك الصقر، والآن نشاهد معسكرا في محافظة صلاح الدين قرب قاعدة بلد الجوية؟ ما الأسباب التي تمنعهم أو التي تمنعهم عن الرد والتصريح أو حتى الاعتراف على أقل تقدير بأن القصف تم عن طريق طيران تابع للكيان الصهيوني؟ كذلك طبعا نتساءل عن الأمر الذي أصدره عادل عبد المهدي القاضي بأنه لا يسمح لأي طيران بالتجول داخل الأجواء العراقية إلا بأمر منه. إذا ماذا نفسر أو بماذا نفسر هذه الطلعات الجوية التي ينفذها الكيان الصهيوني بين حين وآخر، وربما هذا رابع هجوم حتى هذه اللحظة استهدف معسكرات ومخازن اعتداء وأسلحة تابعة لهذه الميليشيات؟ أين هذا الأمر إذن وأين هذا القرار، ولماذا هذا القرار لم ينفذ ولم يطبق على هذه الطائرات التي نفذت هجماتها؟ ما الذي يمنعهم من الرد إن كانت الحكومة تتحدث عن سيادة وعن دولة مستقلة وأنها صاحبة قرار ولا تسمح لأحد بأن يستخدم الأجواء العراقية إلا بإذنها؟ فأين هي إذن من ما نشاهده الآن؟ وأين الميليشيات التي صدعت رؤوس العراقيين على وسائل الإعلام بأنها صاحبة القوة وأنها المقاومة كما تصف نفسها؟ أين هي من الرد على الكيان الصهيوني الذي استهدفها للمرة الثالثة أو الرابعة حتى هذه اللحظة، استهدف معسكراتها واستهدف الأسلحة التي قيل إنها أسلحة إيرانية؟ وهناك مصادر تؤكد هذه المعلومات. سالم من القادسية، تفضل. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا هذه الميليشيات التكفيرية الظالمة اللي قتلت الأبرياء في أماكن عنده، أكون هذه الدماء لم تروح هدرا إن شاء الله، خاصة الأطفال، خاصة بقية النازحين من المدن الشمالية، أي كل هذه الدماء لم تروح هدرا، في جلف الصخر، في شمال بغداد، في جنوبه، في أماكن أخرى، خاصة هؤلاء المغدورين. اليوم موضوعنا سالم، اليوم موضوعنا استهداف معسكر تابع لميليشيا الحشد في محافظة صلاح الدين، المصادر تؤكد أنه عن طريق قصف جوي نفذ، هناك أيضا يعني تقارير تشير إلى أنه الكيان الصهيوني. لماذا لا يرد الحشد على هذه الأنباء ولماذا لا يعترف أنه قصف جوي نفذ عليه؟ أخوي بأن الحج الشعبي والعصائب أهل الحق هذه صدقني أخوي من الشهاد جبانة جبانة، ما تستطيع أن تفعل أي شيء ولا أن تساوي أي شيء، صدقني بالكذا. يقولون احنا مقاومه سالم، مو يقولون احنا مقاومه يا اخوي، هذه الكلاوات هاي مرات، هاي اعلام، كل اعلام هذه، صدقني بالله وحق تبعت محمد اعلام هذا يا اخوي، يا اخي هاي ما نعرفهم كلها الشيعيه، هو الشيعه ما بيهم قدره يا اخوي، الشيعه كلها من الجنوب حتى كربلاء، من البصره حتى كربلاء، كل الشيعه هم جبنه، صدقني لا 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 سلام سالم، هذا كلام هذا كلام يعني لا يقبل، بأنه التعميم شيء خاطئ. شكرا لك عموما سالم من القادسية، التعميم شيء خاطئ، نحن نتحدث عن الميليشيات والتعميم هو أمر غير صحيح أن يطرق أو يطرح بهذه الطريقة. أبو أحمد من ديالة، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله.
محمود القصف هاي القصف مال التكريت وهاي نعم. والحد الان الحكومه تضحك على الشعب بتقول هذا كله خزن سلاح وهذه وهاي كل شيء هذا مو صحيح. هو مبين يعني قصف وانتهى المساله وهاي كل حوبه العراقيين حوبتها الرمادي اهل دياله صالح الدين استووا بيها. طيب ليش ما يعترفون على الاقل الميليشيات لماذا لا تعترف على الاقل بأنه هذا قصف نفذ عن طريق طيران تابع للكيان الصهيوني؟ لماذا على الأقل لا تعترف؟ ما يقدرون هم يقدرون بس على مناطق سنية الناس الصقرة ما يقدرون يواجهون إسرائيل أمريكا. هم يجون إيران يدزهم على ليش ما يقدرون؟ مو عندهم سلاح وعندهم أفراد ليش ما يقدرون؟ لا ما يقدرون لأن هم يعني خيبتهم مكسورة. هم جبناء هم أصلهم جبناء زين هم بس مجرد عسق يقدرون ما يقدرون يعني يواجهون إسرائيل وأمريكا وهاي. لا هسه جاي يصرحون بأنه كده استعداد انفجار وهاي. أنا من جهة أبو أحمد العراقي أبو أحمد العميد أحمد كريم بور وهو المستشار العسكري لقائد فيلق القدس الإيراني في الحرس الثوري الإيراني قال بأن إيران لديها القدرة على تدمير إسرائيل خلال 7 دقائق و30 ثانية. أين هذه التهديدات؟ يلا وينهم هسه هاي قصفهم من جابوها من صلاح الدين ببغداد مقرات الحشد كلها ضربوهم فقط بس دياله هم هددوهم مقراتهم بالخالص وبعقوبه مال الحشد جابوا سلاح ايران ضموهم بدياله هم انتظروا بعد كم يوم راح يضربوهم بدياله هم يقولون تماس كهربائي لو خزن سلاح وهاي ويضحكون على الشباب ما يدرون ما صلهم جبناء هم جايين على المناطق السنيه يبيدوها ويضحكون على العالم وخلاص وما يقدرون يردون مناطق دياله ما يقدرون يردون ما يقدرون لان هم جبناء قلت لك نعم. بس مجرد يعني على اهل السنه وخلاص انتهى المساله. شكرا لك ابو احمد كنت معنا من دياله. ابو فيصل من السعوديه تفضل. مساء الخير استاذ محمد. مساء النور اهلا وسهلا. كيف حالك؟ حياكم الله. تحيه لك استاذ محمد تحيه للقناه تحيه للكادر تحيه للمتصلين كلهم وتحيه للمشاهدين والمستمعين. بالنسبة لما تقوم بها إسرائيل فلا ما يردون عليهم هم كما تكلم الآخر قدامي هم جبناء أبناء جبناء فما هو يقودهم الخميني هو أكبر جبان خذهم يضربونه في سوريا نعم. الميليشيات الإيرانية فهم أجبن خلق الله بس إن هم أمريكا هي تدعمهم على أهل السنة بس ولا هم جبناء أبناء والعراق هو لا سياسة للعراق أصلا العراق هو محتل إيران. أبو فيصل لا تعتقد أن اعتراف ميليشيات الحشد بأن القصف تم عن طريق طيران تابع للكيان الصهيوني سيدخلهم بحرج لأنهم ربما كما تقول جبناء لا يستطيعون الرد؟ هذول لا عندهم حرج ولا لا ميسي هذول هم كلابهم هم من أتباعهم وهم بس هم من أجل العراق يقصفوا العراق هم يبررون الكيان الصهيوني قصف العراق ولا هم جبناء ولا يقلون هم ولا عندهم أي دفاع وطني أو شيمة وطنية أو غيره هم تابعين لإيران وما يقولوا إيران هو هم يعملون لتدمير العراق فقط لا مسموح لهم غيره بس تدمير العراق وخصوصا أهل المناطق الغربية والمقاومة العراقية التي ترفض الاحتلال الإيراني والأمريكي هم هذا هدف. وما بالنسبة لدولة أي سياسة بالعراق أصلا العراق هو محتل من 2003 لم تكون فيه حكومة أبدا والعراق إذا بقي النفوذ الإيراني بالعراق فسوف تكسر الكوارث ويقوم كل دولة تقصف بالعراق وهو مرجع للاحتلال الأمريكي والدول والعصابات. شكرا لأبو فيصل كنت معنا من السعودية. أبو علي تفضل. أبو علي هيا لك هيا لأبناء شعبنا وأتمنى أن الله سبحانه وتعالى أنه يعني هذا على أهل صلاح الدين تمر وسلامات إن شاء الله ماكو أحد منهم يتأذى. هذه طبعا سلسلة التفجيرات الثانية على حسب ما يقال أنها من الكيان الصهيوني تنفذ نعم. وهذا دليل على أن العراق الآن أصبح مستودعات للأسلحة الإيرانية وعدم اعتراف الحشد بهذه ميليشيات الحشد بهذه الأسلحة هذا دليل على أن الدولة أساسا ما تدري بالقاعد يصير شنو على أرضها. يعني الآن لو وزير الدفاع يسأل كم عدد هذه الأسلحة لا يعلم شنو أنواع الذخيرة لا يعلم المنصات اللي نصبت على الحدود العراقية الفارسية لا يعلم لذلك أخي عدم اعتراف الحشد بهذه الأسلحة دليل على أنه لا تكشف مواضيع لا تكشف أشخاص موجودين الآن
يحاولون أن يجعلون من العراق قنبلة موقوتة، وحتى يعني تخطط أنه إذا وقفت ما تسمى بالحكومة العراقية الآن بالحياد بين أمريكا وإيران يصير انقلاب، والانقلاب هذا أعتقد يكون سهل لوجود الحشد وميليشيات الحشد أقوى من الجيش. أبو علي المتحدث باسم ميليشيا النجباء قال لو تحركت حكومة بغداد ضد مصالح إيران سنزيلها. طيب الأهداف التي ضربت تؤكد المصادر أن الأسلحة التي استهدفت أو مخازن الأسلحة أو المعسكرات كلها تابعة لإيران، استهدفت عن طريق الكيان الصهيوني، فلماذا لا نرى نفس التهديد ولا نرى نفس التحرك الذي هددت به ميليشيا النجباء سابقا حكومة بغداد؟ لأن أخي الكريم الحكومة الآن هي أساسا متفرجة، لم تعاقب أحد. التفجيرات اللي حدثت في العيد من اللي تعاقب؟ من اللي قدم للمحاكمة؟ وهذه هم من الشيء. فإذا الحكومة أساسا لا حول ولا قوة، أو ما تسمى الحكومة، احنا ما نسميها حكومة، ما تسمى الحكومة هذه لا حول ولا قوة. يعني ما تقدر تسوي شيء، يعني هي أساسا خارجة عن السيطرة، هي أساسا مجرد يسمى مجلس وزراء، أشخاص يقعدون يسولفون يدعون، لا قرار يتنفذ. يعني قرار رئيس الوزراء ما يتنفذ، هو قائد عام القوات المسلحة. طيب إذا ما تنفذ يعني شنو معناها؟ ما عنده سلطة هو. الآن أخي الكريم هذا اللي يكون معلومة، يعني السلطة مو بيد العراقية، السلطة بيد الحشد، بيد ميليشيات الحشد. وميليشيات الحشد من تأسس حتى يكون جزء من الحرس الثوري، ذراعوا ذراع الحرس الثوري العراق. نعم. قعدوا على الأرض، انطوا أسلحة، دربوا، جاءوا من إيران ناس طببوهم بالحشد حتى يكونون هم قادة في الحشد، دخلوهم بالبرلمان ودخلوهم بالحكومة. بعد هي تحقق المطلب الإيراني من لعبة داعش لحد اليوم. بس تعليق على قالت هذا اللي يقول لي 7 دقائق و30 ثانية. أي نعم. يعني لا خلاص 8 دقائق ولا 7 دقائق. مهما كانوا يوم الكيان الصهيوني. نعم. بسوريا شو ما سووا شيء. حزب الله أساسا ذراع إيران بلبنان. ما هو نقل الدواعش والقنابل الموقوتة من الحدود اللبنانية أو الحدود الجولان اللي هم كان الصهيوني نقلهم للعراق بعد ما نفذوا تهديدهم. أخي إيران هذه تكون معلومة رجاء، إيران والكيان الصهيوني على خط واحد، تدمير العراق أولا ثم تدمير العرب ثانيا. طيب شكرا لك أبو علي، كنت معنا من واسط، أشكرك للمشاركة. السيد أبو عمر من السليمانية. أبو عمر أين السيادة في العراق؟ كل سيادة ماكو أخذين بصريع العبارة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياتي إليك الأخ أبو فيصل. حياتي الأخ عقيل من فرنسا، صار لنا فترة ما سامعين صوته. حياك الله أبو عمر. أستاذ محمد يا سيادة يا احترام، ليش هو ذول المحترمين هذول حشد اسمه واحدهم طرطور زين أجبر من الجبال، بس إنسان عندهم قاعدين هم 8 سنوات حرب في العراق ما قدروا يسوون شيء، بس هم يتربصون الفرصة. هذا التاريخ يسجلهم كله، إما بتعاون مع اليهود مع الصليبيين أو مع المغول، هذا أخلاقهم، هاي كل التاريخ يسجلهم. أتحداهم. لا عاد وين هاي الشعارات يا أبو عمر؟ وين هاي الشعارات الموت لإسرائيل وسنمحيها وندمرها؟ هاي كلها نفخات نوري، 10 أمتار بينهم بين الدولار. هاي جنوب لبنان هذا حسون حسون أبو بول الشيطان حق اللي يسمع زين يهددوا ما أدري شنو ويقصفون منك ويضربون ويجزون قتلة من عنده وما حد يقدر يطلع واحد يقول نحتفظ بحق الرد في الثلاجات والمجمدات زين هاي سوالفهم. يقول لك في العراق ماكو كهرباء شلون راح تحتفظ بها؟ يقول لك ذبح جو العمامة وخلي حشد يسمع تكو حيوان يصدق بيهم أو مؤمن بيهم زين هذول كل حال ما عدوا. وأنا أقول الحمد لله رب العالمين لك العقبة حتى ترضى أن تقوم بتصريف من هو كافر على من هو أشد كفرا ونفاقا. هذا كله آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم الصهيوني ما يحبني ولا يحبك ولا يريد أهل السنة ولا حتى يريد راس الشيعة أصلا، قد يعرفون كل شيء، بس هم وصلوا إلى مرحلة بحيث 201 كافي الجثة. أستاذ محمد هذا يا كافر ابن كافر يقبلها، والله كافر ما يقبلها. زين موجودة بالثلاجات صار لها 4 سنوات ولا طبيب شريف
من محافظة بابل بالحلة يصورها وينشرها يقول يا بتراكم يمكن ثلاثة واحد ولا مسؤول بمحافظة كل أبو عمر خلي حتى نبقى في الموضوع. رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ألمح إلى أن قواته أو طيرانه استهدف المعسكرات ومخازن الأسلحة التابعة لإيران، وهو هدد باستهداف إيران في أي مكان تتواجد فيه. هل المرحلة القادمة هي مرحلة ضرب أذرع إيران وضرب مخازن أسلحتها ومصادر دعمها؟ نعم استاذ، هذول حلفوا ويمين ماكو. انا اقول لك يا صار لهم سنتين عندهم مصالح، هو مو حبا بينا، عندهم مصالح. قبل سنتين حلفوا ويمين امريكا واسرائيل دول الخليج قمه الرياض، هاي نتائجها قرار اتخذوه. هذا النظام لازم يسقط، اما مثلا تغيير سلوك وغيره كله كذب كذب. هذا النظام اي من سقوط دمروه تدمير شامل ان شاء الله. بالعراق يقولون يقطعون ازرعه، هاي الميليشيات حتى هاي العصابات الموجوده بالجيش وبالشرطة اللي تابع لإيران كلهم يعرفوهم مراقبيهم، أكثر من 1000 واحد رتبة جايبين، 2000 رتبة جايبين منطيهم رتب عليا بيحيد الشوارع هنا، إيراني تبعية إيرانية مجرد أو من العراق، مجرد أنه عنده عقيدة دينية ويا إيران تربطها مخلصة بإيران. هذول كلهم يعرفوهم واحد واحد، قسما بالله إذا ما دمروا إيران. إيران الآن ناشر صواريخ بالحدود، صار لها يومين. نعم زين، ليش ما تضربين يا صواريخكم؟ هاي الطقطقات مالكم يا جبناء يا اجبر من يعني كل هذا الله. كل هذا السلاح والعتاد موجود ولم يطلقوا رصاصه واحده على الكيان الصهيوني ولم لبن. ولم يجروا على اطلاق رصاصه واحده قسما بالله. قلت لك 10 امتار بينهم وبين اسرائيل، سوريا ولبنان، ما يسووها ما يقدرون جبناء. طلع حسون ابو اللبناني هذا ابو حزب الشيطان قال احنا ما عندنا حرب عقائديه ويا اسرائيل دينيه، احنا عندنا حرب استراتيجيه. شنو استراتيجيه؟ انه يسيطر على مناطق دول وهم مثل ما يسيطرون على فلسطين وغير فلسطين، احنا ما نريد نسيطر، احنا شيعه ناويه، احنا ما عندنا عقيده دينيه، ليش يابا ما عندك حرب دينيه وياه؟ يقول ابن سبا اليهودي رضي الله عنه كان طيب. عندك علاقه ويانا. انا اشكرك ابو عمر للمشاركه. ابو عمر كنت معنا من السليمانيه. ابو كرار من بغداد تفضل. ابو كرار، الو، تفضل ابو كرار اسمعك، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون الصحه؟ حياك الله. موضوعكم اليوم البرنامج ابو كرار، اليوم تم استهداف معسكر تابع لميليشيات الحشد في محافظه صلاح الدين. يقال وفق المصادر ان الاستهداف تم عن طريق طيران، يعني هجوم جوي. نعم. وترجح المصادر أنه الكيان الصهيوني كما حدث سابقا. نعم. في آمرلي وفي معسكر الصقر كذلك. بلي. نحن نتساءل عن الأسباب التي تمنع الحشد من الرد على هذا الهجوم، وكذلك نتحدث عن أين الحكومة وأين سيادة الحكومة التي تقول لا طيران في أجواء العراق إلا بموافقتي، كيف تتم إذن هذه الهجمات؟ عيني أستاذي، هم باعوا العراق، ما حد يرد عليهم. هي هاي ان شاء الله متفقين عليها من 2003 لليوم. نعم. فالعراق ساحه مفتوحه للاسرائيليين، للامريكان، للايرانيين، للكل. وليش ما يرد الحشد؟ الحشد ليش ما يرد؟ بيناتهم. ما اتفاقيه بيناتهم. هم اتفاقية بيناتهم. نعم. نعم. فما حد يريد، اللي يريد يعني يلبسون الباب. نعم. اي والله. شكرا ابو كرار، كنت معنا من بغداد. السيد ام عبد الله من بغداد ايضا تفضل. ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. شريف وإلى كل العراق شريف. أهلا وسهلا. أستاذ، لو كان أكو سيادة للعراق وأصدر عادل عبد المهدي قرار الحظر، هذا القرار العظيم. نعم. منو نفذه؟ منو التزم به؟ أمريكا ولا إسرائيل ولا إيران؟ أصلا هو الدول العربية كلها تحت مرمى. أم عبد الله، هل احترمت الميليشيات أوامر عبد المهدي حتى تحترم باقي الدول أوامره؟ أستاذ، هو عادل عبد المهدي
زيارة إلى المناطق اللي صار فيها الانفجارات، يطلب يقول من الحشد إنه ديروا بالكم وقوموا بعملية تأمين الأسلحة وما أدري إيش والمعسكرات، يعني شو بيأمنوا؟ يعني يغطوها بالنايلون حتى لا يشوفها إسرائيل. يعني هذا يعني تدشين، إحنا بنضحك على نفسنا والله العظيم. أستاذ يعني هي إسرائيل من ضربة تل أبيب مسؤولة هي عن الضربة، يعني ليش ما تحرك حسن نصر الله وضرب إسرائيل؟ ليش نشار ما تحرك وضرب إسرائيل؟ ليش إنه لازم أكو سياسة غطة ضامنية مع حزب الله ومع الحكومة العراقية ومع الحوثيين، ولازم إنه يكونون يد واحدة ضد الاحتلال الأمريكي والاحتلال الصهيوني؟ ما شفنا هذا الشيء، ولا شفنا دولة عربية من دول العربية. احنا كدول عربية استاذ كلنا اصبح الوطن العربي مكشوف تجاه الاعداء، يا اريد يدخل بعدين الاسلحة اللي انضربت، يعني ما معقولة انه لو كانوا هم الحشد والحكومة السابقة مع شعبها ما كانت الصادق تجيب ايران وتدخل اسرائيل وتدخل امريكا وتسوي مصالح على حساب الشعب العراقي. طيب يعني يعني هسه حاليا الميليشيات بماذا تبرر هذه الانفجارات المتكررة، الاستهداف المتكرر لمعسكراتها ولمخازن أسلحتها؟ بماذا ستبرر الآن هذه المرة الرابعة الآن؟ اسمح لي أستاذ، هو ترى إسرائيل ترى مثل الحية، إنه ترى صادق وما صادق. ليش؟ لأنه تقول لك إنه هذا إسرائيل الحشد من نجمع أسلحته، معناها هذا إلمن السنة راحت فإحنا راح تتوجه علينا. فدائما عندهم شعارات موت لإسرائيل وموت لأمريكا، يقول لك إنه نحس إنه قد يكون يستخدموها ضدنا، فلهذا خلينا نضربها ونخلص من هاي الشغلة. بعدين الأسلحة اللي أخذوها هذول الحشد، الأسلحة مين جتي هاي فلوسها؟ ترى فلوس الميزانية العراقية من أخذوها من حلق الشعب العراقي. المفروض هاي الأسلحة اللي صفوا عليها مليارات مليارات، ومن جاء نور المالكي إلى الآن هو يخزن أسلحة، ترى إيران ما خايفة علينا تشتري لنا أسلحة تطلعها كلها ترى بفلوس، خلوها مو هنا حتى إنه نستفيد من عندها خط ضمن إيران. العفو يستفيدون من هذه الأسلحة بماذا أم عبد الله؟ يعني الأعداء الذين يصرحون ويقولون لدينا أعداء ويصفون الأعداء بأنه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هم أعداء إيران وأعداء الميليشيات، هذا السلاح لم يرفع بوجه هؤلاء الأعداء، إذن بوجه من سيرفع؟ أستاذ هي إسرائيل قالت إحنا والشيعة مع احترامي للشيعة العرب، قالوا إحنا مع إيران ومع الشيعة إحنا يد واحدة. فلهذا يعني يقول لك إنه لو كان صدام مجاور لإسرائيل، لا ترى إسرائيل ترى انتهت كان من زمان، بس لأن هم محتفظين بالشام. طيب. وحسن حسن نصر الله والحكومة العراقية كلها من أجل تثبيت إسرائيل، والوطن العربي بيتفرج علينا وراحت أرواح وتشرد الشعب العراقي، هاي الفلوس كلها اللي صرفوها كلها من الشعب العراقي. بس العراق في حالة مأساوية، يعني شنو الحال؟ شنو الحال؟ لا وطن عربي وقف ويانا ترى، ولا أحد من الدول الإسلامية وقفت ويانا. ليش بريطانيا من أمريكا تريد تتخذ أي قرار عسكري؟ رأسا بريطانيا دول أوروبا كلها ويا أمريكا، إحنا ما شفنا واحد من الدول العربية وقفوا إلى جانب العراق وقتلوا الشعب العراقي، ولا شفنا واحد من الدول العربية شمال أفريقيا ولا دول السعودية ولا دول الخليج، وإنما ارتهوا هسه في عمل الدستوات والحفلات والمراقب. طيب. وانتهى الدين الإسلامي مع احترامي للدين الإسلامي وأخذوا يعني فتتوا الشعب العربي فتتوه. شكرا أم عبد الله، وضحت الفكرة أم عبد الله. نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام التي جاءت على الواتساب. يقول أبو حاتم من الموصل: السلام عليكم أستاذ محمد المحترم، تحية طيبة لك ولكادر القناة والمشاهدين الكرام. والعراق المظلوم بيد هذه الطغمة الفاسدة من المعممين ومعقلين ومربطين عمايم
وعمائم أخرى من الشمال للجنوب الذين جاءوا مع المحتل، هم والمحتل كلهم ظلمة، والظالم سينتقم الله منه وينتقم منه. واليوم إرادة الله أصبحت واضحة للانتقام من الظلمة والمحتل وأعوانه. الله يجعل كيدهم في نحورهم، ونصر للشعب العراقي أصبح قريب المنال اليد، لأن إرادة الله بالاحتلال وأعوانه باتت واضحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ليس للعراق حكومة وسيادة، وأنا ألومكم المثقفين والإعلاميين عندما تقول حكومة والله تحس بالقلب. عذرا أستاذ محمد، طبعا نحن نقول حكومة بغداد وليس الحكومة العراقية، هذا واضح منذ فترة طويلة جدا. سعد من ميسان تفضل. أستاذ محمد أنا أشكرك. حياكم الله. محمد الآن الـ 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 الأجواء العراقية يأتي من هب ودب، عدم الاحترام السيادة العراقية، وبدليل أن طائرات تقصف المخازن العتاد العراقية، أين السيادة العراقية؟ هل هذه المخازن العراقية يا سعد؟ والله يا سيدي هي الآن مخازن، المهم أنه طائرات اخترقت الأجواء العراقية وأهانت الحكومة العراقية. هي مو حكومة يا سيدي العزيز أستاذ أبو جاسم، هي مو حكومة، هي مجرد عصابات مافية سيطروا على السلطة بطريقة غير منطقية غير شرعية غير قانونية، اجوا على ظهر الدبابة عملاء يعني دولة لم نرى في العالم، دولة تقصف من عدو واضح ويعترف، وتؤكد التقارير أنه هو الذي قصف الكيان الصهيوني ولا ترد، سوى العراق وسوريا يضربون من الكيان الصهيوني ولا يردون. نفس الموضوع الآن، الميليشيات تقصف أكثر من مرة عن طريق الطيران الصهيوني ولا ترد، يعني وحكومة ساكتة ومتفرجة، يعني أي حكومة هذه وأي سيادة هذه؟ لا 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 لا، أي سيادة أي حكومة. أبو جاسم رجان خلينا أستكمل حديثي. تفضل. اسمعني أسمعك يا سيدي. السيادة ماكو سيادة، ماكو أي حكومة يعني. نعم يا أخي، أنتم تطولهم فتل حكومة، هاي مو حكومة، هاي مجرد مافيا عصابات ميليشيا سيطرت على البلد من أجل الغنائم من أجل المال، سرقوا أمان العام، فاسدين ما لهم علاقة بالوطن لا من بعيد ولا من قريب. نعم دول يجوا على ظهر الدبابة، لهم علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، هما الآن مجرد أدوات يستخدمونهم الأمريكان حسب مزاجهم الخاص وسياستهم الخاصة، بدليل الآن الطائرات الإسرائيلية تقصف العراق وبدون احترام، الأجواء الآن مفتوحة لكل من هب ودب. فدول ناس أجراء، ناس قتلة مجرمين اجوا للعراق، بدليل انه العراق الان في محنه اقتصاديه، محنه ثقافيه، محنه اجتماعيه، محنه خدميه يا سيدي. الان كيف الخلاص منهم؟ اي طريقه؟ احنا ما نريد بس نحكي، الصور انه بالامس القريب وزير بل الان اصبح عضو برلمان يتحدث عن الدوله العميقه. اي دوله عميقه؟ يقول الدوله العميقه راح تتحول الى دويلات عميقة. إذن وين السيادة العراقية؟ وين الاحترام العراقي؟ احنا بالضبط لكل هذا التصرف السياسي اللي خارج عن المنطق. طيب والتصرف الميليشياوي يا سعد؟ يا سيدي هاي الكارثة الكبرى، يتصرفون حسب مزاجهم. الآن شعب لا حول ولا قوة، بس هم احنا خليهم في وهم ان لا يحترمون الشعب، ان وقفه جادة مع هاي الحكومة، هاي الحكومة غير محترمة، فإحنا ما نحترمها لأن هي ما محترمة. ليش؟ لأنه لا توجد لها سيادة ولا يوجد لها احترام ولا تحترم شعبها، ولا إحنا كشعب نحترم هذه الحكومة، إجت بطريقة السطوة والاحتداء على شعبنا. والآن هم في ضيعة أمام شعوب العالم، ونخجل أن نقول هاي حكومة. أبو جاسم شكرا سعد، كنت معنا من ميسان، شكرا المشاركة. نكمل قراءة بعض الرسائل الواردة. يقول أحد المشاركين: أخي المرجعية تدري إيران هي تقود الحشد، لأن كل قادة الحشد ولا هم الإيران، وأفعال الحشد من قتل أبرياء وسرقة ممتلكاتهم وهجرت العوائل، إذا هاي مؤامرة على العراق وعلى شعبه وحوبت
كل يتيم وكل أرملة وكل مظلوم هي برقبة المرجعية إلى يوم الدين. أكو دولة تحترم نفسها تقودها ميليشيات رخيصة؟ يطرح هذا السؤال. في رسالة أخرى، السلام عليكم، يقول أريد أقول شوفوا دول العالم تفدي المواطنين بفلوس حتى تخلصهم من القضاء العراقي، أريد أعرف هاي الفلوس راح تروح لأي جيب. أحد المشاركين يقول مساء الخير، ممكن مشاركة بالبرنامج؟ نعم طبعا، يعني كل هلا ومرحبا. وسيد مبروك من الإمارات يقول تحية لك أخي محمد. طيب نسمع على رأي السيد محمد من السماوة ثم نعود لنكمل رسالة السيد مبروك من الإمارات. محمد من السماوة تفضل. السلام عليكم أخي العزيز، تحية لك أبو جاسم وتحية للرافدين. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أسمعك أخي محمد. العزيز أبو جاسم حياكم الله، ضعوا سواترا واقطعوا طرقا، إلغوا جسورا واقتحموا غيرها، فهذا الزقاق ليس لك وذلك الشارع ليس من حقك. ابعدوني عن جاري فهو من كان معي في السراء والذراء، اهدموا بيته وامنعوا ملامسة جدران للجدراني، بلغوا صديق دربي وطفولتي إني لا أريد أن أراه كأنه لا يملك تأشير الدخول بيتنا الذي شاركني في بنائه، واصدروا قانونا يحرم زواج ابن الجنوب من حبيبته بنت الغربية، تلك الجميلة التي كان يسهر معها متغزلا بجمالها. أبو سيد محمد خلينا بالموضوع، يعني ادخل بالموضوع رجاء، عندنا متصلين ينتظرون. أنا أبو جاسم بس عدي شوية إذا ما تخليني أكمل أبو جاسم. طيب. بس هذا عدي باختصار شوية تفضل. النشيد تفضل. يلا يلا يا شعب، يلا يلا يا شعب، بشارع الكورنيش يومية تعال، يلا يلا يا شعب، فزز الباقوك أصحاب الكراسي، يلا يلا يا شعب، طهر الخضرة سويهم حطاب، يلا يلا يا شعب، ليش ساكت وانت أطفالك جياع، يلا يلا يا شعب، بيدك التغيير وتسوي المحال، يلا يلا يا شعب، هذا واقع ما يغير غيرك انت، يلا يلا يا شعب، يلا يلا يا شعب. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو علي من لندن تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ محمد أسمعك أبو علي، شوف الشعب العراقي راح يحس على نفسه وينتفض على كل هذا الظلم. نعم. إلى متى أستاذ محمد؟ صار 13 سنة أستاذ محمد. نعم. مرض، جوع، تسمم، طائفية، ولحد الآن موجودة طائفية. أستاذ محمد، يعني الشعب، شنو الشعب العراقي؟ شعب عايش على الثارات وعلى قصص وأساطير قبل 1400 سنة. أستاذ محمد الوطن ما يستحق تضحية. في مقابل 16 سنة يلعبون بيك، ناس حتالات، حفاي، لا لهم تاريخ، لا لهم يعني يشرقوهم عيني عينك، وهم واحد يفضح لك يوميا بالتلفزيون. واحنا في لندن هنا سالم محمد اخبار توصلنا باللحظه. يعني ايه مثلا تعليقك، تعليقك على استهداف معسكر تابع للميليشيات في صلاح الدين سالم محمد؟ يعني المرجعيه مشكله الحشد. نعم. بامر ايراني ما تدري يعني، يعني ياخذ دوله تحترم نفسها سالم محمد تقودها عصابات، عصابات وميليشيات المعالي كل قطع الدم وكل يتيم وكل حر وكل أرملة، هاي برقبة المرجعية سيد محمد. نعم. المرجعية ما تقدر تطلع فتوى للشعب، يا شعب انتبهوا على هؤلاء. وليش ما تطلع الفتوى؟ شنو اللي يمنعها؟ يعني شنو اللي يمنع المرجعية؟ أبو علي شكرا لك، فقدنا الاتصال مع أبو علي. نقرأ رسالة سيد مبروك من الإمارات. مشاهدينا الكرام، يقول تحية لك أخي محمد، الصهيونية والشر إيران وجهان لعملة واحدة، كلاهما يقتل ويفتعل الجرائم، أحدهما في فلسطين والآخر في العراق والمنطقة، لأجل مصالح البلد يعتبر فوضى جاءت بها حكومة الشرين إيران والصهيونية، العمائن في العراق والمنطقة تفتي بفتاوى
تظلل الرأي في العراق والمنطقة، لذلك وجبت الثورة على الأحزاب هي الخلاص من واقع الحال ولإيجاد الوطنيين لحكم العراق ولإعادة الأمن والأمان في العراق. لا تتوقع من كليهما أخي محمد لا حق ولا باطل. تحية لكادر قناة الرافدين. شكرا لك سيد مبروك من الإمارات. رسالة قادمة من عبد الخالق الناصر يقول: السلام عليكم، إن العراق دمر بسبب هاي الحكومة الفاشلة، الحكومة لا حدود لها، إن إيران ما تضرب إطلاق النار لتهديد الصهيوني بس تهديد على خط واحد، إيران أجبن الجباين كاتب. طيب إيران وصلوا لمرحلة يدمرون الشعب العراقي المظلوم، الشعب العراقي تعب من هاي المعاناة. وأشكر قناتكم الرائعة وتحية لك وللكادر. شكرا لك يا سيد عبد الخالق الناصر. معنا سيد صباح من بغداد، تفضل. السلام عليكم أخ محمد. وعليكم السلام. قناتكم الكريمة اللي دائما تنقل الحقائق ما موجود بالشارع العراقي. بالنسبة للي جاي يصير يعني هاي بالفترة الأخيرة، يعني التمسنا احنا ان السكنات العسكرية والقواعد العسكرية اللي هي محسوبة لوزارة الدفاع، وزارة رسمية يقولون عندها سيادة، الإسرائيليين اليهود من يضربون هاي القواعد ويطلع بالأخير انها خزين استراتيجي لجارة السوء إيران، واللي يحميها مع الأسف يحميها الميليشيات الطائفية تحميها. راح نحس احنا كعراقيين ان القواعد العسكريه اللي هي لوزاره الدفاع ووزاره الداخليه، ان الميليشيات الطائفيه هي اللي جاي تحمي هاي الاقداس الاسلحه، وان وزاره الدفاع ما لها اي دور واي سلطه ما لها. اذا هاي المخازن العتاد للحرس الثوري الايراني بحمايه من الميليشيات الطائفيه. اذا ماكو وزاره الدفاع، ماكو وزارة الدفاع بالعراق، يعني اللي جاي يحكم والقوانين ينفذها والخطط الأمنية والقادة العسكريين يعني ما لهم أي دور وأي سلطة يأثرون بها على سكناتهم العسكرية. السلطة كلها بيد الميليشيات الطائفية، وإحنا نعرف أن أبو مهدي المهندس وهادي العامري والمالكي هم اللي جاي يديرون هاي الحكومة. طبعا هي حكومة، ماكو حكومة، ماكو أي حكومة ولا ناس يطبقون القانون ولا برلمان يشرع قوانين حقيقية، كلها ميليشيات طائفية. طيب وين الميليشيات يا سيد صباح؟ يعني تصريحاتهم وتهديداتهم ملأت القنوات الفضائية والصحف وكل منصات الصحافة والإعلام وحتى مواقع التواصل، ملأوا هذه المنصات بالتهديدات لأي طرف، لكن عندما يأتي الموضوع إلى تنفيذ على أرض الواقع لا نراهم. ميليشيات الطائفية يعني ما تقدر تنفذ أي شيء ضد الأمريكان وضد هاي الطلعات الجوية نهائيا. اللي يقدرون عليه الميليشيات الطائفية فقط على أبرياء، سواء من السنة هدفهم الرئيسي أو حتى من الشيعة، أخواننا الشيعة اللي يعارضهم أو اللي يقف ضد من عندهم أو اللي يحكي حقائق هم جاي، حقائق الجرائم اللي جاي يسووها. فالأمر الأول والأخير هو بيد الميليشيات الكاذبة هاي اللي يحكون كلا كلا أمريكا، وإحنا المقاومة محور المقاومة كله كذب. مقاومتهم فقط على المناطق السنة وعلى الأبرياء، الناس الأبرياء اللي سووا لها يحجون الممرات آمنة وغيرها، وتم اعتقال كل الأبرياء في الأنبار وصلاح الدين وبالموصل، وتم قتلهم، وموجودة عدة دلائل على أنهم ما يعني ما يقدرون بس على الأبرياء الناس العزل قتلهم، أما على أمريكا وعلى اليهود نتحداهم، نتحدى أبو مهدي المهندس وهادي العامري وقيس الخزعلي والمالكي أن يردون ويقولون احنا صدق مجاهدين، يعني مجاهدين حقيقيين في سبيل يردون على المقرات الأمريكية وعلى القواعد الأمريكية وعلى السفارة الأمريكية. طيب. لكن هم شغلتهم بس علاسة وبس يقتلون بالسنة، أما جهاد حقيقي ماكو. هسه حتى السيستاني من نعطى فتوى جهاد كفائي، هسه خلي يعطينا فتوى جهاد ضد الطيران هذا الموجود، أو يمنعون هذا الطيران الإسرائيلي اليهود يمنعوهم من الدخول الأراضي العراقية بالأجواء العراقية. برأيك وباختصار سيد صباح، برأيك وباختصار لماذا لا تعطي المرجعية هذه الفتاوى المتعلقة أما بضرب الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني أو بمحاسبة ومحاربة الفاسدين واجتثاثهم من جذورهم كما يطالب بعض العراقيين؟ المرجعية ما راح
تعطي لا جهاد ضد الامريكان ولا ضد اليهود ولا راح تحاسب فاسدين، لان يعني هي معتاشه وعايشه على هذا الفساد، وكل الموجودين بالعمليه السياسيه هم ناس تابعين الى المرجعيه، والمرجعيه مستفاده من عندهم ماديا، اما جهاد ويحرقون الاخضر واليابس راضين ان تنضرب هاي الميليشيات الطائفيه، ولا يسوون هم يبدون بدايه اللي الامريكان يخططوا لها ان الحشد يرد عليهم في سبيل احنا نعرفها، اذا بضرب الحشد القواعد الامريكيه طيب العملية السياسية على رؤوسهم كلهم. سيد صباح أشكرك، أعتذر منك، الوقت انتهى. رسالة أحد المشاركين يقول ليست مجهولة الهوية، طبعا بالنسبة لقضية الجثث 231 التي ظهرت ودفنت في مقبرة جماعية في كربلاء على يد الميليشيات، دفنت قصف مقرات ومعسكرات ومخازن الحشد الشعبي الطائفي الإرهابي في العراق مهمة يجب أن تقوم بها الدول العربية وليس إسرائيل، فخطر العراق المحتل حاليا من قبل الحشد الصفويين عملاء إيران هو على العرب أولا وليس على إسرائيل. أحد المشاركين ممكن أن يشارك، يطلب المشاركة. السلام عليكم، تحياتي لكم وإلى جميع الشعب العربي، ونعلن تضامننا مع إخواننا العرب في جميع أنحاء العالم، نرجو منكم إخوان العرب النشامة تضامنكم معي الشعب العربي لأحواز المحتل من قبل سلطات الاحتلال الإيراني. أبو عمر من مدينة الفلاحية. بهذا وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.